اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟ كله تمام، اتمنى تكون كل حاجه بخير وزي الفل وعال العال. طيب، زي ما كنت بتكلم مع زميلاتي العزيزات على مساله سنه 2024، واللي انا من اكتر الناس اللي مصرين، بل اكاد اكون تقريبا يعني من قليلين جدا اللي شايفين ان 2024 هي سنة جيدة جدا علينا في مصر. قلت الكلام ده تقريبا من حوالي اسبوعين ثلاثة، بكرره تقريبا مرة مرتين كل اسبوع، لانه هناك دائما شواهد تفيد بانه 2024 هو عام جيد. يمكن كان من ضمن الشواهد هي الاتفاقات اللي ما بيننا وما بين صندوق النقد الدولي، الاتفاقات أيضا المعلنة ما بيننا وما بين الاتحاد الأوروبي، صفقات كبرى تديرها الحكومة وتعمل عليها جمهورية مصر العربية. شايفين أنه المسار الاقتصادي بتاعنا إن شاء الله بيخرج من أزمته شيئا فشيئا، رويدا رويدا، فليكن حتى ولو بنهاية 2024 يبقى في انتهاء لأزمتنا التي أصر أنها أزمتنا المالية وليست أزمتنا الاقتصادية، والفارق بينهم كبير. أشوف أنه على المستوى السياسي في عندي نشاط ملحوظ جدا داخل القاهرة على المستوى الرئاسي، الرئيس يلتقي برئيس تركيا زي النهاردة، الرئيس رجب طيب أردوغان، عندنا أيضا الرئيس لولا دي سيلفا، طبعا ده أحد رؤساء البلاد المفضلين جدا بالنسبة لي، جدا يعني إلى أبعد الحدود، هو ورئيس كوبا راؤول كاسترو. طيب، هرجعك على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، ودي زيارة ما حصلتش من تقريبا أكتر من 11 سنة. اللي إحنا شايفينه من هذه الزيارة، أو بالأدق هذه الزيارة، تعني أنه أصبح هناك في علاقات متينة، خد بالك بقى، متينة ما بين القاهرة وأنقرة وعلى كافة المستويات، خصوصا أنه فيما يتعلق لو صح تعبير الملف السياسي في المنطقة لدينا توافق يكاد يكون تام، يكاد يكون تام على كل الملفات. أنا مش بقولك أن التوافق 100%، وبالمناسبة هو ما فيش أي بلد بتتوافق مع بلد آخر بنسبة 100% في شيء، مفيش حاجة اسمها كده خالص، ولا تصدق اللي يقولك كده يعني، واللي يقولك كده يبقى عنده يعني مش عايز أوصفها بتوصيف مش لطيف، لكن مفيش حاجة اسمها توافق في المية ما بين بلدين، مفيش حاجة اسمها كده. أي بلدين مهما بلغت الروابط اللي ما بينهم دايما تلاقي في بعض التباينات في بعض الأمور وبعض الملفات. لكن هرجعك تاني على مدى جودة هذه العلاقات ما بين مصر وتركيا مؤخرا، واللي شهد التطور إيجابي ملحوظ خلال تقريبا سنة سنة ونص فاتوا، وأهي بتكلل بهذه الزيارة إلى القاهرة. ثم فيما بعد ذلك أيضا زي ما حضراتكم عارفين أنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة تركيا إن شاء الله في شهر إبريل اللي جاي، يعني تقريبا كده بعد رمضان والعيد الصغير. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان. من ناحية تانية احنا كنا بنتكلم لو تفتكروا على خط الرورو اللي ما بيننا وما بين ايطاليا، لسه ما فيش يعني اول الشهر ده، اول فبراير، او كنا بنتكلم عليه اخر يناير، لكن في النهاية اتكلمنا على عودة خط الرورو اللي ما بين مصر وما بين ايطاليا. الان نتحدث عن خط الرورو اللي بيربط ما بين تركيا والقاهره ودول مجلس التعاون الخليجي. احنا هنا بنتكلم على انتعاش حقيقي للتجارة ما بين هذه الدول وبعضها البعض، سواء إذا كانت مصر، دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا دولة تركيا. أعتقد أيضا أن إحنا هنشوف في عام 2024 لحالة من حالات النمو الملحوظ جدا للتعاون الاستثماري والاقتصادي ما بين القاهرة وأنقرة، ومن خلال بقى مجالس الأعمال المشتركة اللي ما بين البلدين، من خلال جمعيات رجال الأعمال المشتركة اللي ما بين البلدين وما إلى ذلك، يحصل بالتأكيد ضخ استثماري متبادل علشان برضو تبقى عارف. يمكن
لو حضرتك بصيت على شكل الصادرات والواردات ما بين مصر وتركيا خلال السنوات الماضية، فهتجد أنه هناك دائما تعاون ما بين الصادر والوارد. نحن نصدر أشياء، هم يصدرون لنا أشياء أخرى. يمكن السنة 23 كانت بتشهد نشاط ملحوظ للصادرات المصرية إلى تركيا، بل إنها يمكن 23 بالتحديد، خد بالك بس من الكلمة دي، 23 بالتحديد كانت لأول مرة منذ سنوات نشهد إنه حجم الصادرات المصرية إلى تركيا يزيد قليلا عن حجم الواردات التركية القادمة إلينا في مصر. طيب، فخامة الرئيس النهاردة في كلمته شدد في على حاجة مهمة جدا، طبعا ده من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه مصر وتركيا الاتنين عندهم تحديات مشتركة. وأشار في هذا المؤتمر الصحفي، طبعا فخامة الرئيس أشار في هذا المؤتمر الصحفي إلى أنه سلطات الاحتلال الصهيوني بتعرقل دخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، وده من ضمن المشتركات اللي ما بيننا وما بين تركيا في هذه القضية، ألا وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة. خلينا نسمع جزء من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل تاني. أود أيضا أن أشير إلى اهتمامنا بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركزي ثقل في المنطقة، بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار ووفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية، حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة. وأعرب في هذا السياق عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، أخذاً في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات، مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع. ولقد توافقت وفخامة الرئيس أردوغان خلال المباحثات على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة، وصولا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن النقطة الأخيرة اللي ذكرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملفات السياسية أو التوافق في ملفاتنا السياسية هي أنه إحنا الاتنين مصر وتركيا متفقين على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالينا في غزة فلسطين. اتنين، أنه ضرورة وقف إطلاق النيران وإطلاق أو ضرورة وقف هذا العدوان الصهيوني على فلسطين. نمرة ثلاثة هي أنه إحنا الاتنين متفقين على ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات للعمل على أن إحنا نصل إلى حل الدولتين، وتحديدا على حدود 4 يونيو 1967، وأنه القدس الشرقية عاصمة فلسطين المستقلة، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة إن شاء الله. طيب عشان أسف شرقة كده، شرقة هتلاقي العيال بتاعت الإخوة اللي قاعدين بيقطعوا فروتنا، دول هيموتوا دول يا عيني، بيتجلطوا دلوقتي، قلبهم بيقف بقى وبتاعه بيترعشوا وبيرفصوا في الأرض وحاجات زي كده. تعالى نرجع مرة تانية لما تم اليوم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد الرئيس التركي على إيه؟ أكد إن بلاده تتقاسم مع مصر تاريخا مشتركا يزيد عن 1000 عام. 1000 عام هم تقريبا 1006، ده جد بقى مش هزار، من 1517. طيب، معربا عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق. المستوى اللائق هنا دي التي تحتاج كلاما كثيرا وتحتاج وصفا كثيرا، بس في نفس الوقت بيبقى في نقطة إرشادية كده أو نقطة تقدر تسترشد وتتلمس بيها التصورات بتاعة المستوى اللائق، إن هو
تاني هنشتغل على إعادة بناء مجلس التعاون الاستراتيجي ما بين البلدين. هذا ما قد يراه الرئيسين، التعاون الاستراتيجي ما بين القاهرة وأنقرة. وأنا هنا برجعك تاني لإيه؟ لفكرة المحاور، العالم محاور. طيب هل لدينا مستقبل لمحور ضخم وقوي في المنطقة؟ الإجابة ده من وجهة نظري. طيب احنا المحور اللي يوسف، تاني انا مش بتكلم على اي حد ولا اتحدث بلسان اي حد، انا بتكلم على المحور اللي نفسي يوسف انه يشوف. يوسف مين؟ يوسف ده العبد لله. القاهرة، أنقرة، الرياض بلس وان. انا قلت لكم كده امبارح ولا زالت دي مسابقة البرنامج. طيب تعالى نرجع مرة تانية لتصريحات الرئيس التركي اللي قالها من خلال هذا المؤتمر الصحفي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الحكم بالقاهرة الاتحادية، انه تركيا ترى ان الارادة موجودة لدى الجانب المصري للارتقاء بالتعاون مع تركيا، مشيرا الى انه تم رفع مستوى التعاون ما بين مصر وتركيا على مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. نسمع كلمة الرئيس التركي بترجمة دقيقة. قد رفعنا مستوى تعاوننا إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وقد أعربت بأنني أنتظر فخامة الرئيس في زيارته إلى أنقرة من أجل اجتماع أو عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وأعتقد أن هذا الاجتماع هو سيكون بمثابة مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية. واليوم في مشاوراتنا تحدثنا عن ووضعنا هدفا بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار في أقرب وقت، كما أننا عازمون على زيادة حجم استثماراتنا التركية في مصر وهو بحدود 3 مليارات دولار حاليا. كما تبادلنا الآراء أيضا في إمكانية اتخاذ تدابير إضافية من أجل زيادة التعاون التجاري والاقتصادي. هنا ازاي حسبتها 1006 سنة؟ هو من 1517 لنهاية 2023، لسه ما وصلناش إلى يعني التاريخ الدقيق في 2024. يمكن يكون القصد الأكثر من 1000 سنة على مسألة أنه فعلا من أكثر من 1000 سنة منذ دخول الإسلام إلى تركيا، وأصبح في عندنا تاريخ مشترك ألا وهو التاريخ الإسلامي إذا حبيت تسميه بهذا الشكل. لكن عايز أرجعك مرة تانية على كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مسألة طرف رفيع مستوى العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين أو مجلس التعاون الاستراتيجي. هذه الأفاق يا سادة، هذه الأفاق في التعاون ما بين بلدين كبار على مستوى سميها المساحة، تقدر تسميها على مستوى الموارد البشرية، تقدر تسميها على مستوى القدرات الصناعية، تقدر تسميها على مستوى القدرة الاقتصادية، تقدر تسميها أيضا على المستوى العسكري. فأنت بتتكلم على مستقبل تعاون نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وندعوه أنه هذه المستويات من التعاون تستمر، وتستمر في نفس الوقت في حالة من حالات النمو الإيجابي ما بين البلدين، وإنه حتى التباينات اللي ممكن تبقى موجودة على بعض الملفات تتضاءل شيئا فشيئا، يعني نتمنى أنها تنتهي، ولكن يعني ما فيش تباينات بتنتهي، يعني مش للدرجة دي، ما بتبقاش دايما العلاقة توافق بنسبة 100% ما بين أي دولة والتانية، ده مش بالضرورة، وما فيش حاجة اسمها كده في السياسة بالمناسبة. لكن الزيارة مهمة، يزيد أهميتها زيارة فخامة الرئيس إلى أنقرة إن شاء الله في إبريل المقبل، وهذا أمر شديد الأهمية. وبالمناسبة تحتاج هذه الزيارة إلى المزيد من التحليل، وتحتاج هذه الزيارات ما بين تركيا لمصر ثم مصر إلى تركيا أيضا المزيد من الشرح والفحص والدرس، ولعلها درس سياسي مهم جدا للكل. تاني، درس سياسي مهم جدا للكل، وده شيء يجب علينا ان احنا نتوقف امامه وندرسه، وان احنا نشوف مراكز
البحث السياسي وهي تكتب يعني وتبحث في هذه الأمور، ونقرأ ونطالع أوراق البحثية في هذا الأمر. خليني أخدكم ونروح على فيديو جراف مبسط جدا عن التقارب المصري التركي، تقارب ما بين عاصمتين القاهرة وأنقرة. اهلا 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 وسهلا، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكونوا بخير. اخي الشعب البرازيلي ده شعب همام. شعب همام ونحن اكثر همه يعني ما اختلفناش، بس شعب همام ليه بقى؟ لانه التجربه البرازيليه وتحديدا تجربه نمو الاقتصاد البرازيلي فيصبح واحد من الاقتصادات الكبرى والاولى في العالم، تجربه مهمه جدا. والتجربة دي يمكن يبقى صاحبها هو لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي العظيم، يعني زي ما بقول لك يعني رئيسي المفضل خارج بلادنا لولا دي سيلفا، راؤول كاسترو، ومن قبله طبعا فيدال، فيفا فيدال. عارفين انتوا الحكايه، فيفا فيدال ايام الثوره زمان في كوبا. المهم يعني لانه زي ما بقول لك كده الشعب البرازيلي وقف ورا لولا دي سيلفا مرتين، خد بالك مرتين وقفوا ورا لولا دي سيلفا علشان يبدأ تجربته ويكملوها. بعد كده لولا دي سيلفا خرج من سدة الحكم، وعندما عاد لولا دي سيلفا مرة تانية تقدر تعتبر انه كل القوة الإمبريالية في العالم كانت مخضوضة، مخضوضة بالمعنى الكامل والحرفي والحقيقي والواقعي، انه هم ظنوا ان البرازيليين مش هيجيبوا لولا دي سيلفا تاني. وجي لولا دي سيلفا تاني وعمل قصة نجاح حقيقية ووصل البرازيل لما هي فيه الآن. طيب العلاقات ما بين مصر والبرازيل وفي إطار زيارة لولا دي سيلفا للقاهرة أحتاج المزيد من الفهم. دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك دكتور رامي. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبكل السادة المشاهدين، أتمنى تكون بخير دائما. دكتور رامي، زيارة لولا دي سيلفا لمصر 15 فبراير وضمن جولة إفريقية هتشمل مصر وهتشمل أيضا إثيوبيا، وأيضا هرجع على العلاقات المصرية البرازيلية خاصة في ظل اتفاقات كبرى تشملنا جميعا، مجموعة البريكس يعني. تمام، بص يا فندم، هو طبعا الزيارة دي هي دي يعني الزيارة الثانية خلال رحلته الرسمية الثانية لأفريقيا، ودي يعني تحسبا او من ضمن حسابات فتره ولايه دي سيلفا الثالثه. المساله هنا ان الخطوره مش بس ان البرازيل دوله حققت معدلات نمو مرتفعه، لا، البرازيل اساسا لها ايديولوجيه على المستوى السياسي. الايديولوجيه هنا ان هي بتتعامل مع دول الجنوب وكانهم شركاء في التنميه. صحيح. ودول الجنوب هنا من اهمها يعني احنا عندنا مصر كانت من الدول المؤسسه لحركه عدم الانحياز طبعا تاريخيا، وليها دور وثقل سياسي واستراتيجي عالي جدا. ومن ثم البرازيل يعني بعد ما حققته من معدلات تنمويه هائله جدا يعني وطفره تنمويه انتشلت من خلالها 27 مليون واحد من الفقر، 27 مليون برازيلي من الفقر في 11 سنه فقط. يعني المساله بنتكلم على الفتره من عام 2001 لعام 2012
السياسه البرازيليه او التجربه البرازيليه قدرت ان هي تنشل 27 مليون برازيلي من الفقر. طيب بالنسبه للعلاقات مع مصر، احنا اول حاجه البرازيل ومصر دلوقتي اعضاء في البريكس، يعني اي تعاون ما بينهم مفيش دولار خلاص، المساله هنا في عملات اخرى. طيب مصر محتاجه ايه من البرازيل؟ محتاجه الطفره اللي حققتها البرازيل في صناعات عديده، احنا عندنا قوه عامله كبيره جدا، ومن ضمن القوه العامله دي في قوه عامله مدربه بشكل كبير جدا، وبالتالي انا بكمل اللي مصر محتاجاه وبكمل ايضا اللي البرازيل محتاجاه. يعني بمعنى ادق، لو البرازيل اللي نقدر نقول ان هي تبقى الممر لنفاذ السلع المصريه في امريكا اللاتينيه، مصر ايضا هتبقى الممر لنفاذ السلع البرازيليه لقاره افريقيا كلها، بسبب حاجه خطيره جدا، عضويه مصر في الكوميستا. لان بسبب العضويه دي اي حد هيصنع في مصر من الدول دي هيقدر يصدر لكل الدول الافريقيه بزيرو جمارك، مش هيدفع ولا مليم في الجمرك، وبالتالي ده هيخدم على الطفرة التنموية اللي البرازيل عايزة تحققها أو تزود معدلات النمو البرازيلي، وأيضا الاقتصاد المصري هيساهم في زيادة وتيرة معدلات النمو، وده هيجنب مصر الكثير من، يعني نقدر نقول بقى، المضاربة في سعر العملات، وفي نفس الوقت أنا بتاجر بعملة جديدة أو بعزز النمو الاقتصادي بعملات جديدة هتبقى بعيدا جدا عن فرص الاحتكار او فرص المضاربه، بما يؤثر على سعي الحكومه المصريه لتعزيز معدلاتها. بس علشان ده يحصل لدكتور رامي، علشان يعني البلدين يتحولوا الى بوابتين، واحده بوابه لافريقيا وواحده بوابه لامريكا اللاتينيه او امريكا الجنوبيه، اعتقد لازم هيتعمل اتفاقات متعلقه برفع الحواجز الجمركيه، او على اقل تقدير تخفضها الى ادنى مستوى ممكن. هو ده طبعا، لان احنا هنا يعني مصر بالنسبه للبرازيل هي اكبر شريك تجاري في القاره الافريقيه كلها، ده مصر، يعني احنا حجم التجاره الثنائيه ما بين مصر والبرازيل يعني تقريبا 489 مليون دولار امريكي، ده في المنتجات المصريه اللي بتستوردها البرازيل، ومليار و83 مليون دولار امريكي من المنتجات البرازيليه اللي بيتم تصديرها، يعني اجمالي حجم التجاره داخل له تقريبا 3 مليار او 2.8 مليار دولار امريكي تحديدا. طب عشان ازود ده لازم زي ما حضرتك قلت فعلا ان لازم يحصل يعني نوع من القبول او السعي لتخليص الحواجز الجمركيه، وده البريكس الحقيقه بتوفره في وتيره زياده معدلات النمو ومعدلات التبادل التجاري والاقتصادي. لكن الاهم من ده كله، أنا عندي السوق هنا محتاج إيه؟ يعني البرازيل، وده الخطير بقى، ليه؟ المسألة هنا إن البرازيل هتوفر لمصر منتجات، المنتجات دي كنا بنشتريها بالدولار. ومن ثم هنا نفس السعي أو نفس اللي مصر بتعمله، إن أنا بوفر دول ثانية بتصنع منتجات، المنتجات دي أنا بحتاجها هتغنيني عن المنتجات الأخرى اللي بستوردها بالدولار. وفي نفس الوقت السعر بتاعها هيبقى مقوم بسعر عملة تانية غير الدولار، فالتكلفة هتبقى منخفضة. هيبقى السوق عندي هنا بقى ايه؟ في منتجات بسعر مخفض وكفاءة عالية وسعر متناول في ايدي الجميع، هيضطر الباقي التجار اللي عندهم منتجات تانية يقدروا، هيتم اجبارهم على ان هم ينزلوا في السعر، والا هيحصل عندهم ركود هيخسروا فيها. عشان كده مصر كمان، يعني يمكن السادة المشاهدين، ان مصر المعلومة دي لسه يعني هتتنشر، ان الحكومة المصرية برضو بتعمل زي بعض المشروعات في البرازيل، المشروعات اللي هي متعلقة بصناعة اللحوم، لحوم الأبقار اللي هي المسالخ والصناعات اللي هي الجاهزة في صناعات اللحوم. ده غير كمان ان بيتم مناقشة فتح خط جوي ما بين ساو باولو العاصمة البرازيلية والقاهرة بشكل كبير جدا. يعني المساله هنا ان في سبل للتعاون الاستراتيجي البرازيل ومصر كدول جنوب حريصين عليها، عشان على الاقل يعني نوعا ما يقدر يكون دول الجنوب لها تاثير على الساحه الدوليه وعلى السياسه الدوليه، يحد من السياسات او التاثيرات او اطماع بعض القوى الكبرى اللي هي بتبقى عايزه تفرض اجندتها على مجموعه من الدول. طيب يمكن دكتور حضرتك برضو يعني شرحت جانب كبير من فكره التعاون الاقتصادي اللي يتم ما بين البلدين، لكن فيما يتعلق بالملفات السياسيه اللي ممكن يبقى فيها توافقات ومشتركات ما بين البلدين. تمام، انا حي جدا على حضرتك على السؤال ده. بص يا فندم، البرازيل في امريكا اللاتينيه او معظم دول امريكا اللاتينيه بتبقى ضد
يعني خليني كده ما بين قوسين ضد الهيمنة أو التدخلات الأمريكية في الأمور السياسية. طبيعي. وبالتالي إحنا هنا يعني عشان أتكلم بمنتهى الأمانة يعني معك. المسألة إن إحنا هنا طبعاً مصر هي دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط لها وعضو فاعل في المعادلة السياسية والأمنية، لكن بترفض التدخلات. بمعنى أدق مصر لها علاقات جيدة جداً مع الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس الدرجة جيدة جداً مع روسيا، وبالتالي منفتح على جميع القوى. أنا هنا عشان أحد من سعي القوة دي لتدخلاتها عن طريق دعم بعض الأطراف بطريقة مباشرة وغير مباشرة بما يسبب لي يعني بعض المناوشات اللي هي بتمس الأمن القومي المصري، لا، أنا ممكن أوطد علاقاتي ببعض الدول اللي تتفق معايا في الأيديولوجيا. وبالتالي وده مش جديد، الرئيس عبد الناصر عمله بتأسيس حركة عدم الانحياز. ما هو كان الهدف بس هنا لو حضرتك سمحت لي هختلف شوية. الأيديولوجيات أصبحت غايبة عن العالم، يعني أنا النهاردة ما أقدرش أقول أنه مصر تسير على نهج أيديولوجي. يمكن أيام الزعيم جمال عبد الناصر جزء من المرحلة وظروفها، فأنا عندي معسكرين اشتراكي ومعسكر رأسمالي، قدرنا أن احنا نكون مجموعة دول عدم الانحياز احنا والهند ويوغوسلافيا، كانت وقتها المرحلة تمكن لنا أن نكون مجموعة ضاغطة حتى برغم انحيازاتنا للمعسكر الاشتراكي آنذاك. لكن دلوقتي غابت الأيديولوجيا عن صناعة القرار الدولي. يعني هو طبعا يا فندم، بس احنا في السياسة الخارجية متمسكين بالمثالية في السياسة الخارجية، والمثالية دي الحقيقة يعني هي ليها إيجابياتها وفي نفس الوقت يعني ليها تداعياتها. التداعيات هنا يمكن غير الإيجابية، إن هي بتخلي دايما إن بيبقى فيه نوع من رد الفعل بشكل مستمر. طب أنا لما دلوقتي أعمل تحالفات أو أوطد علاقات مع دول هي لها توجهات، التوجهات دي بتخدم على توجهات أو بتتفق معها في حاجات كتير جدا، وزي بالضبط تجمع الأسيان. يعني الدول الأسيوية خاصة الدول النامية لما عملوا تجمع بينهم ومن بعض، هو هنا عشان يعزز أواصل أو روابط الصلة ما بينهم، وفي نفس الوقت يخليهم كتلة، الكتلة دي يصعب السيطرة عليها أو يصعب اختراقها أو تفككها. طيب العلاقة ما بين مصر، أنا عندي مصر في القارة الأفريقية والبرازيل في أمريكا اللاتينية، اللي بيجمع ما بين الدول دي هي ثقافة أو رابطة الدول الجنوب. بمعنى أدق ده اللي بيعزز كمان ده الجراوند أو ده الأرضية الكبيرة اللي بيعزز الروابط دي يا فندم. موضوع البريكس، لأن أساسا تحالف البريكس أول ما نشأ هو كان نشأ بهدف سياسي، لكن المسألة هنا لما طبعا تم تعزيز الروابط الاقتصادية ما بين البريكس، ما بين أعضاء البريكس خاصة روسيا والصين، في معدلات نمو عالية ارتفعت جدا، بس في الفترة اللي احنا فيها دي بيتم استغلال المعدلات النمو الاقتصادية ما بين الدول أعضاء البريكس اللي تحجب التدخلات الأمريكية أو النفوذ الأمريكي على مستوى العالم، واللي بيقود ده روسيا والصين طبعا. وبالتالي أعضاء البريكس هنا يعني احنا مش بنتكلم بقى ان احنا هنحد من النفوذ الامريكي، لكن على الاقل هنستفيد في ان احنا اقتصادنا ما يعتمدش على بشكل كبير جدا على طرف واحد بعينه، لا، احنا هننفتح على الاطراف متعددة الاقتصاديات، وده كان النهج المصري منذ البداية. صحيح صحيح، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدولية. في استكمال سريع لو صح التعبير او استطراد، يعني قبل ما ننتقل للموضوع القادم، وده موضوع حلو يعني انا عايز اقعد اتكلم فيه حبتين. بصوا يا جماعه، علشان برضو ايه، يعني انا بقول لك الكلام ده وانا عندي انحياز ايديولوجي، حلو، ده انا فرد. الدول ما بقاش عندها انحيازات ايديولوجيه على الاطلاق، ممكن يبقى مثلا كدوله بكامل مؤسساتها، بس كوبا ده من الآخر، أو الصين، يعني عشان برضو أبقى في سليم، كوبا والصين فقط لا غير. ممكن تضيف ليهم كوريا الشمالية، أصبح في عندك ثلاثي، تمام؟ غير كده حتى البرازيل ملهاش انحياز أيديولوجي، احنا هنا بنتكلم على لولا دي سيلفا هو اللي عنده انحياز دي أيديولوجي، ولم يعمل لولا دي سيلفا في خطته للنهوض بالاقتصاد البرازيلي على أي انحياز أيديولوجي على الإطلاق، بل كان شديد الانفتاح، وده بالمناسبة من ذكائه. يعني نفس القصة بالمناسبة في الصين، لم تعمل الصين في إطار انحيازات أيديولوجية، يعني بالرغم أنه اللي بيحكم الصين هو الحزب الشيوعي الصيني،
لكن هل تقدر تقول انه الصين ماشيه في اطار الانحياز الايديولوجي فهي دوله اشتراكيه او حتى دوله شيوعيه باعتبار انه الحزب هو اللي بيحكمها؟ انت بتتكلم على استثمارات خاصه ضخمه جوه الصين وبراها، وتراكمات راس ماليه ضخمه الصين طلعتها على افريقيا، وبدات تطلعها على امريكا اللاتينيه، وبدات تطلع جزء في الشرق الاوسط وهكذا. لا ده مش بس كده، الصين شريكة في أكبر الشركات الصناعية اللي موجودة في أوروبا وألمانيا، يعني درة التاج الأوروبي في الصناعة الأوروبية ده مثلا يعني. وعليه أنا دايما من أنصار أنه فكرة الانحياز الأيديولوجي أو المسارات الأيديولوجية بتاعة البلاد انتهت. أنا مش بقولك انهارت الأيديولوجية، لكن فكرة دول على نسق أيديولوجي مفيش. وبالمناسبة هو مش صح ده الكلام ده، وانا راجل ماركسي يعني جدا، لكن مفيش حاجة اسمها دول النهاردة تستطيع انها تقول والله احنا هنمشي على مسار اشتراكية علمية كما كتبها كارل ماركس في مخاطباته مع فريدريك انجلز. مفيش حاجة اسمها كده، ولو دولة فكرت تعمل كده عمرها ما هتنمو وتكبر. بلاش، احنا مش انا كنت لسه بقول لك كوبا على سبيل المثال، احنا بنتكلم على راؤول كاسترو اخو فيدال كاسترو، راجل من اهم صناع ثورات امريكا اللاتينيه ان لم يكن اهمهم على الاطلاق. لكن انت عايز تقول لي ان كوبا ماشيه على نسق ايديولوجي كامل؟ في الداخل شيء، وفي العلاقات الكوبيه اقتصاديه مع دول اخرى ما هياش ماشيه على نسق ايديولوجي خالص، هي ماشية على نسق يفيد الشعب الكوبي. بالمناسبة كوبا عشان تعرف كوبا دي أعلى معدل رعاية صحية في العالم، في العالم عشان بس تبقى عارف. طيب هنتكلم بالتأكيد عن زيارة لولا دي سيلفا مما لا شك فيه، وهنتكلم بالتأكيد على العلاقات اللي ما بين مصر والبرازيل، ممكن نتكلم أكتر في حلقات أخرى أيضا على مسألة البريكس. لكن خليني دلوقتي أكلمك على التعاون ما بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. هبدأ ده الأول بماتش الأهلي والزمالك، الأهلي والزمالك اللي هينوروا ويزينوا موسم الرياض، والماتش هيتعمل بتنظيم وتنسيق إن شاء الله يعني ولا أروع زي ما بيتقال كده، يليق بحجم الأهلي والزمالك. أنا ممكن أزيدك أكتر من الشعر بيت إنه هيبقى في استوديو تحليلي عظيم ورائع وكبير وهام كما جرت العادة، هيبقى في تغطية رهيبة على هذا أو على هذه المباراة إلى آخره، وهي شكل من أشكال التعاون، ده شكل من أشكال التعاون ما بين المتحدة شركتنا وما بين هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. هل هو ده بس التعاون اللي هيحصل في مجال الرياضة وكرة القدم؟ أنا بقول لك لأ، ده كده إيه البداية، فالبداية جت بالجوهرتين الزمالك والأهلي. معانا على التليفون صحفي الرياضي البارز والمرموق أستاذ محمد عراقي، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، ومنور الدنيا كالعادة، وأهلا بكل المشاهدين. ده منورة بيك يا عراقي. كلمني على الماتش الاهلي والزمالك اللي هينوروا موسم الرياض. يعني هو في الاول يعني مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه دايما كده ديربي من الدربيات الكبيره، وكلاسيكو من الكلاسيكو طبعا الكبير جدا في العالم طبعا، وده اصبح بالدليل القاطع، ده مش مجرد كلام احنا بنقوله لبعض. النهارده لما يجي النهارده دوله زي السعوديه تطلب ان هي تستضيف طبعا كلاسيكو الاهلي والزمالك في السعوديه في موسم الرياض طبعا اللي هم اكيد مهتمين بيه بشكل كبير، زي ما بالظبط بقى زي اسبانيا لما ريال مدريد وبرشلونه بيطلعوا يلعبوا في الخليج او بيطلعوا يلعبوا في دوله خليجيه، او مثلا حتى في ايطاليا لما برضو نهائي الكاس ايطاليا بيتلعب بره. فاحنا مصر زينا زي الدول دي في الكوره، انا بتكلم طبعا على مستوى الكوره دلوقتي، كلاسيكو الاهلي والزمالك لا يقل عن كل المباريات الكبيره اللي في العالم ديت. طبعا التعاون اكيد هيكون تعاون مثمر بشكل كبير، وكلام حضرتك مظبوط جدا، قصه كاس مصر ما هي الا بدايه، اللي جاي هيكون كبير جدا جدا، وهيكون في تعاون مشترك بشكل كبير. انا بتكلم طبعا على المجال الرياضي، ولكن هي صدفت طبعا ان الكاس خلاص قريب، فبالتالي تم الموافقه طبعا على
لعب مباراه الكاس في موسم الرياض في السعوديه باذن الله. من المنتظر زي ما حضرتك قلت ان هيكون في مفاجات كتير وفقا طبعا لتاكيدات الشركه المتحده وهيئه الترفيه اللي اصدروا طبعا بيان مشترك وقالوا فيه التفاصيل اللي هتبقى خاصه بالمباراه لحد دلوقتي. من المنتظر كمان يعني زي ما قالوا ان هيبقى في مخرج عالمي هو المخرج بتاع نهائي كاس العالم، هو اللي هيكون باخراج المباراه زي ما حضرتك برضو تفضلت وكلمت في قصه الاستوديو. من المنتظر برضو ان هيكون فيه استوديو على اعلى مستوى، استوديو مشترك طبعا بيننا وبين دوله السعوديه الشقيقه. المباراه كمان في ملعب طبعا ملعب كبير، ملعب الاتحاد طبعا كلنا عارفينه، ملعب من الملاعب الكبيره جدا وملاعب المحترمه جدا جدا. احنا كمان بنخاطب يعني 3 مليون مصري متواجدين في السعوديه، المفروض ان هم هيكونوا في اشد الشوق بصراحه. المباراه شبه كده يعني ما فيش مباراه اقيمت في السعوديه بقالنا فترات كبيره، فبالتالي اكيد ال 3 مليون مصري دول متشوقين بشكل كبير للتواجد في المباراه. والله لو عاوز الحق عراقي مش بس ال 3 مليون مصري، يعني انا اعلم جيدا انه الجمهور السعودي بيحب ماتشات الاهلي والزمالك. يعني طبعا يعني على الأقل على صعيد المهنة وليد الفراج أنا أدفع نص عمري أنه أهلاوي، يعني عندما يشجع ناديا مصريا شكله كده أهلاوي. هو أهلاوي فعلا. أنت أهلاوي يا وليد وإحنا كلنا عارفين. لا هو أعلن قبل كده وأكد أنه هو أهلاوي. طبعا أكيد كلام حضرتك مظبوط، أكيد أن برضو أشقائنا طبعا في السعودية أكيد مهتمين بالمباراة دي بشكل كبير. الأهلي والزمالك مش كلاسيكو بتاع مصر بس، أعتقد أنه هو كلاسيكو العرب كلهم مش المصريين بس. ولكن يعني انا بتكلم ان 3 مليون مصري هناك اكيد هتلاقي عدد كبير جدا حابب ان هو يتواجد في المباراه. وانا باكد لك من دلوقتي اهو يعني ده مش خبر وده، لكن ده معلومه اكيده ان الملعب هيكون على اخره والملعب هيكون مكتمل على اخره ان شاء الله باذن الله في المباراه. في مفاجات كتير منتظره، في مكافئات كبيره، في طبعا للفايز والفريق حتى الخاسر، يعني هيبقى في يعني مهرجان كبير جدا جدا زي ما طبعا اتقال. لسه في حاجات هيتم الاعلان عنها تواليا خلال الايام القادمه باذن الله، ولكن يمكن ايه اتحاد الكوره كان مشغول شويه بقصه كابتن حسام. وطبعا حضرتك عارف ان بكره المؤتمر بتاع تقديم كابتن حسام حسن ان شاء الله. بعد المؤتمر بقى هيتم الاعلان الشركه المتحده واتحاد الكوره، هيكون في اعلان عن مفاجات كتير جدا جدا خاصه بالمباراه. عائد مادي كبير جدا دخل برضو لاتحاد الكوره من المباراه، اعتقد ان هو تسويق محترم من الشركه المتحده وتعاون كبير جدا بين دولتين كبار زي مصر والسعوديه. ما تقول لي اسرار من اللي انت عارفها يا عراقي. في ايه بالظبط يا يوسف؟ في اللي انت عارفه زي ما يطلع اللي تجود بيه يا عم عراقي. يعني خلينا نتكلم ان الفتره ديت يعني الحمد لله الوضع الرياضي بجد، يعني الحمد لله طبعا اكيد بعد حزننا الشديد جدا على خروج منتخبنا من بطوله كاس افريقيا بالشكل دوت، ولكن من بعدها وبعد تعيين كابتن حسام حسن يعني في القطاع الاكبر يعني بيرحب طبعا بالخطوه ديت وعوده المدرب المصري. وخلينا نتكلم حتى الناس اللي هم مختلفين على الخطوه، خلينا نقول ان اخر التجارب ناجحه واخر مدربين قدروا يعملوا انجازات للكره المصريه كانوا مدربين محليين. يعني بنتكلم مثلا في كابتن محمود الجوهري، لما بنتكلم في كابتن حسن شحاته طبعا هيكتور كوبر ما حدش ينكر طبعا ان هو قدر ان هو يصعد لكاس عالم. ولكن الانجازات الكبيره والانجازات والناس اللي كملت ومسكت المنتخب لفترات طويله كانوا كلهم مصريين. وخلينا نبص كمان حتى للصعيد الافريقي، يعني اليو سيسي في السنغال، وليد الجراجي في المغرب. كل النجاحات الكبيره يكفي ان في اخر مثلا 10 نسخ اخر 10 نسخ في بطوله كاس افريقيا اللي فاز بسبعه منهم مدربين وطنيين. خلي بالك انه حتى هيكتور كوبر يعني كان عشان بيحب الاكل المصري، ففي خلاص كده عنده حته كده بقت ماشيه جوه. كان راجل لطيف يعني. والله جدا جدا يعني. كان راجل لطيف. لا وراجل ناجح بصراحه يعني. هو راجل ناجح حقيقة. وحتى بعد ما خرج من عندنا قدر ان هو يعني يعمل نجاحات كبيره وبيعمل نجاحات اخيره مع منتخب سوريا، نجاحات محترمه. ولكن ان شاء الله باذن الله بكره يكون بقى في مؤتمر موسع لكابتن حسام حسن للاعلان طبعا عن جهازه المعاون، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن زعفران الصغير، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد عبد الواحد اللي تم تعيينه مؤخرا، كابتن وليد بدر المدير الاداري. كل الجهاز هيتم الاعلان بكره. وعايز اقول لك ان كل اعضاء مجلس الاداره باذن الله هيكونوا متواجدين، يعني ان شاء الله باذن الله تدعيم كابتن حسام. مفيش اي مشكله، كلام كتير بيتقال ان في مشكله مع بعض الاعضاء، كان ده مش حقيقي تماما. حتى الاعضاء اللي تغيبوا بسبب المرض زي كابتن حازم او لظروف شخصيه زي كابتن بركات تواصلوا مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. وانا مش بقول لحضرتك كلام كده، انا كنت قاعد في الجلسه ديت، واكيد كابتن ابراهيم هيعمل معاك يعني مداخله او كابتن حسام بعد كده وهياكدوا لك الكلام اللي انا بقوله لك ده. فالعلاقه ايه اللي دار في الجلسه دي؟ اللي دار في الجلسه ان كابتن حسام زي ما حضرتك عارف ان هو كان مسافر السعوديه طبعا، كان بيتفرج على البطوله الوديه، بعد كده سافر على ابيجان بدعوه من الاتحاد الافريقي طبعا لحضور نهائي كاس افريقيا. فمن ساعه تعيينه تقريبا ما عادش الا القعده الاولى وبعد كده سافر. فبالتالي كان في قعده موسعه بقى اول امبارح مع مسؤولين اتحاد الكوره واعضاء الجهاز المعاون بتاعه. بعدها طبعا تم توقيع العقود
بشكل رسمي. وعايز اقول لك يعني في اكتر من حاجه يمكن يتكلموا فيها. انا عايز اقول لك كابتن حسام وكابتن ابراهيم رفضوا تماما فكره الحديث عن المقابل المادي. قالوا لاتحاد الكوره اللي انتوا شايفينه حطوه، حتى اتحاد الكوره قال لهم هنحط لكم زي ما المدربين في مصر بياخدوا في الدوري المصري وزي اخر راتب كنتوا بتاخدوه في فيوتشر. الناس ما اعترضوش تماما يعني، والله بجد دي حاجه انا شفتها بعينيا. فده اللي بيفرق المدرب الوطني عن المدرب الاجنبي، بيبقى حاسس بالبلد، بيبقى هدفه فعلا هو المصلحه، هدفه فعلا هو اسعاد الشعب المصري، هدفه فعلا هو ان هو فعلا يرجع البلد او يرجع منتخبنا طبعا لمنصات التتويج. ما بيبقاش هدفه فكره الفلوس بس او فكره ان هو شغل بس. ودي حاجه كنا مفتقدينها جدا جدا مع المدربين الاجانب الفتره اللي فاتت، مع الاحترام طبعا ليهم كلهم، ولكن ان شاء الله كلنا متفائلين بالخطوه دي، وكابتن حسام يقدر يعني يعمل نجاحات كبيره خلال الفتره الجايه مع منتخبنا ان شاء الله. اداه وقدود. انا بشكرك جدا 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 محمد عراقي زميلنا والصحفي الرياضي البارز، شكرا جدا. بصوا انا من الناس اللي متفائله جدا بكابتن حسام حسن، اللي بتمنى له، وانا قلت الكلام ده من اللحظه الاولى، اللي بتمنى له انه ربنا يوفقه. كابتن حسام عنده شخصيه قويه، وكان لاعب محدش يقدر يجادل عليه الحقيقه. يعني الموقف بقى كمان اللي قاله دلوقتي عراقي ده، انه مساله ان هو ما تناقش في الفلوس، مش اللي انتوا شايفينه اعملوه الى اخره. الراجل عنده تحدي انه ياخدنا ويطير لفوق، وانا بتمنى من قلبي انه يعمل كده حقيقي. يعني ليه؟ اقول لك ليه. اولا لانه في النهايه خالص ده نجاح مشترك لينا كلنا، منتخبنا الوطني يصعد ويخش كاس العالم باذن الله سبحانه وتعالى، يحصد بطولات، كل ده مكسب عام. وانه في النهايه هو مين اللي يكره لحسام حسن انه ينجح؟ ثلاثه، هي اثبات لوجهة نظر متواضعة من العبد الفقير إلى ربه تعالى. وفيها ناس كتير زي حالاتي بنشوف إنه زي ما كان حتى بيقول دلوقتي عراقي، المدرب المصري دايما هو اللي كان ياخد المنتخب الوطني ويحلق. الأجانب ما كانش فيه غير كوبر بس، غير كده شكرا، غير كده شكرا. لما هنحط الختم كده ونأكد على انه شوف المسار كده ايه، كابتن جوهري، كابتن حسن شحاتة، كابتن حسام الان، مع طبعا شوف بقى هنا تعاقبات الاجيال عاملة ازاي، لا يبقى ساعتها ان شاء الله يا رب في وقت من الاوقات نبقى مكملين دايما مع مديرين فنيين مصريين. ده شيء. الشيء التاني اللي انا بأكد لك عليه هو انه التعاون سوف يكون شديد الاثمار ما بين المتحدة وما بين هيئة الترفيه. احنا هنا بنتكلم على زي ما بقولك كده، الشركة المتحدة هي الكيان الانتاجي الأكبر على المستوى العربي، ده بالأرقام. طيب متحدة سينما ودراما ورياضة، فنون بأشكالها وأنواعها، خدمات إعلامية، خدمات إعلانية، احنا بنتكلم على شركة عملاقة. لما هتتعاون مع هيئة الترفيه ثق ان التعاون هيبقى واسع جداً، كبير جدا، بناء جدا 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 جدا. لا أحد يكره التعاون ولا أحد يكره التكامل. ده بالنسبة لنا التعاون والتكامل الذي طال انتظاره. كيانين كبار، أحجام ضخمة، خبرات، قدرات إلى آخره، واحنا بنتكلم في النهاية على دولتين شقيقتين كبريتين، نتكلم على عاصمتين كبار، القاهرة والرياض. حد يكره؟ طبعا حد يكره. مين؟ الإخوان المسلمين. وأنا بقول لك أهو من وقت الإعلان عن أو يعني الاجتماع اللي حصل ما بين وزيرة الثقافة وما بين الأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب والمدير التنفيذي المتحدة، وما بين المستشار التركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الإخوان قاموا ما قعدوش وبيتنططوا، هيتجننوا وهيضربوا كل الأسفين الممكنة، وهيروجوا كل الشائعات اللي تتصورها والتي لا تتصورها. دي عيال مدمنة شر وشطار في الشر، خد بالك، مدمنة شر وشطار فيه. تعاون ما بين وزارة الثقافة، الشركة المتحدة، هيئة الترفيه، انت هتشوف التعاون على سبيل المثال. طيب انا اقول لك على سبيل المثال، بيتعمل صندوق كبير لدعم السينما،
صندوق كبير، احنا بنتكلم على هذا الصندوق، المتحدة موجودة في هذا الصندوق بقدرتها، وزارة الثقافة المصرية بقدرتها وقوتها وعراقتها وخبرتها، احنا بنتكلم على أقدم وزارة ثقافة موجودة في المنطقة بالكامل، واحدة من أقدم الوزارات، وبنتكلم على بلد عندها، ده لما بكلمك على السينما، بلد عندها أكبر خبرة سينمائية مش بس في الشرق الأوسط، احنا بنتكلم على تاني أكبر بلد وتاني أول بلد تنتج سينما في العالم. فلما يتعمل صندوق كبير لإنتاج ودعم السينما أو لدعم وإنتاج السينما، احنا هنا بنتكلم على تعاون ضخم ومثمر بإذن الله سبحانه وتعالى. طب هل هذا التعاون هيبقى بس على ماتش الأهلي والزمالك؟ لا، ده على الكورة بشكل كبير جدا، على الرياضة بشكل أكثر اتساع. طيب هل بنتكلم على السينما فقط؟ لأ، أنا بقول لك هيحصل التعاون على كل ما يمكن أن تتخيله من أنشطة مشتركة تقوم بها المتحدة، تقوم بها وزارة الثقافة، تقوم بها هيئة الترفيه السعودية إلى آخره، مهرجانات، حفلات، إنتاج موسيقي، غنائي، سينمائي، درامي، يعني أتمنى أنه يصل كمان إلى مستويات متعلقة بالطباعة والنشر، نتكلم على عروض كبيرة جدا تحصل مش بس ما بيننا احنا الاتنين، يعني مش بس العروض المسرحية ما بين القاهرة والرياض، ده أنا بحلم بصراحة أنه احنا نشوف عرض كده يجرى يتعمل عن طريق هذا التعاون، ونشوف مسرحيات بتتعرض في نيويورك ومسرحيات بتتعرض في لندن، نشوف الأفلام بتاعتنا في إطار هذا الدعم وهذا الإنتاج المشترك تبقى موجودة في أكبر سينمات في الدنيا، نشوفها موجودة في أكبر المهرجانات اللي موجودة في الدنيا. وبالمناسبة أنا كلامي ده مش جديد، يعني أنا بكلمك على، أنا من زمان جدا بالمناسبة اتكلمت مثلا على فيلم أنا اتفرجت عليه، كان فيلم سعودي وقت ما ظهر كان اسمه وجدة، وهذا الفيلم بالمناسبة يعني خلى كل الناس اللي مهتمة بالسينما في المنطقة وفي العالم تلتفت جدا للسينما السعودية. أنا قلت الكلام ده من سنين، مش بتكلم الكلام ده من النهاردة عشان أقول لك شيء إيه بتتكلموا عشان خاطر حصل التعاون، لا ده أنا يعني أنا بتكلم على ده من سنين، اتكلمت على ده من سنين، بيقول لك من ساعة ما ظهر فيلم وجدة لو تتذكر يعني. طيب وانا بالمناسبه على الواتساب دلوقتي هنكش وليد فراج عشان اشوف هيعمل ايه في ماتش الاهلي والزمالك، واكيد هيبقى جزء من من الاستوديو التحليلي الكبير اللي هنشوف فيه اكيد برضو محللين رياضيين مصريين وسعوديين، ويعني هنشوف شكل حلو انا متاكد من زي والله لنكشه دلوقتي. انا بقعد كده من وقت للتاني اقعد اناكف فيه، وانا يعني عارف ان وليد اهلاوي فانا بقول له من دلوقتي وليد الزمالك قادم وبقوه، وإن شاء الله لازم تشجع الزمالك على قد ما تقدر، ولو فزنا مش هقولك سيبنا في حالنا، لأ شجعنا وبارك لنا وهيصنا وفرحنا، واكتب لنا من دلوقتي تويتة كده تبقى حاجة لطيفة، ولا يبقى اسمها تويتة ولا اسمها إكساية، أنا مش عارف بعد ما بقى اسمه إكس. أخدك بقى ونروح على المتحدة بتاعتنا في إنتاجها الدرامي المميز، واللي أعتقد أنه تقريبا حوالي 18 مسلسل في الموسم الرمضاني 2024 18 مسلسل فيهم مسلسلات 15 حلقة، 18 مسلسل فيهم مسلسلات 30 حلقة، 18 مسلسل فيهم يحيى حفظ الألقاب بقى للجميع، فيهم يحيى الفخراني وفيهم كريم عبد العزيز وفيهم خالد النبوي وفيهم مين تاني وفيهم داش وفيهم عصام وفيهم ريهام حجاج. وبالمناسبة بقى بالمناسبة أنا شفت البرومو بتاع مسلسل ريهام حجاج، وأعتقد أنه ريهام السنة دي جاية بشكل مختلف عن المواسم الرمضانية السابقة، وأعتقد أنه مسلسل السنة دي هيبقى أكثر نجاحاً بكتير عن مسلسلات ريهام في المواسم الرمضانية السابقة. اسمه صدفة، اسمه صدفة، مسار إجباري، لا مش فرقة مسار إجباري، مسلسل مسار إجباري. ومعانا على تليفون أستاذ أمين جمال كاتب السيناريو والكاتب المعروف، أهلا بيك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذ أمين، عامل إيه؟ كله تمام؟ ازيك تمام الحمد لله. مسار إجباري، احكي لي من غير ما تفتش السر. لا هو طبعا وإن فتشت السر هبقى مبسوط قوي، أنت مش متخيل. مسار إجباري يعني أستاذ عامر أنا هتبسط شوية يعني هبقى عرفت حاجة يعني.
واكيد كلنا مش هنبقى مبسوطين. اكيد هو خلاص ايام باذن الله وهنتفرج عليه. مسار اجباري ده معالجه دراميه للاستاذ باهر دودار، سيناريو حوار انا ومحمد محرز ومينا بيباو، هايل اخراج استاذ نادين خان، هايل انتاج انتاج المتحده، الله الله دايركت يعني من غير وجود اي حد معاها، انتاج المتحده يعني انتاج المتحده بنفسها مش مع شركات متعاونه مع المتحده، لا انتاج المتحده ده مباشره. ده مسلسل 15 حلقه المفروض باذن الله النص الاولاني من رمضان باذن الله. ده اول تجربه طبعا لعصام عمر في رمضان كبطوله، واحمد داش ممكن دي ثاني تجربه ليه كبطوله في رمضان. هو اللي اقدر اقوله لك ان هما الاثنين طالعين اخوات بيتحطوا في حاجه مش بتاعتهم، فبيبقى في رحله بقى طول المسلسل اللي هما محطوطين في حاجه هما مجبورين عليها، فاللي هي بقت المسار الاجباري بالنسبه لهم ان هما لازم ياخدوا الطريق ده. طب انت قلت لي مجموعه من الاسماء انا كلها بحبها، بدءا من باهر دويدار لحد نادين خان مرورا بسيادتك. المسلسل اللي ان شاء الله انا متاكد انه هيبقى حلو بيكوا كلكوا وبداش وبعصام، هيبقى خطه ايه؟ يعني احنا اتعرفنا على عصام من خلال بلطو، فاحنا عارفين ان عصام الخط او متعارفين او متعارف عليه ان عصام الخط بتاعه كوميديا، بس كوميديا مواقف، لانه وده حلو عند عصام بصراحه. داش رجل كل الحاجات، عنده الإفيه وعنده الجد وعنده الحزن وعنده كله. الخط بقى بتاع المسلسل نفسه، المسار الإجباري بتاع المسلسل إيه ولا اختياري؟ لا هو المسار اللي بيتحط فيه بايخ قوي بتاع ولا اختياري، هو المسار اللي بيتحط فيه سخيف. معانا طبعا النجمتين الكبار معانا استاذ صابرين واستاذ بسمه، عشان برضه استاذ رشدي الشامي هايل بحبه الحب يعني. يا نهار ابيض يعني لا المسلسل فيه نجوم كبيره كتير جدا، من محسن منصور فالمسار اللي بيتحط فيه مسار اجباري، ان هم اتنين اخوات اللي هقدر اقوله لك اتحطوا في ظروف خارج عن ارادتهم، يعني مثلا ده. مثلا اكشن كوميدي، كوميديا اجتماعيه، اكيد في تشويق، رعب، لا يا عم امين قول لي اي حاجه. لا هيبقى في كوميدي شويه طبعا ما بين عصام وبين احمد داش، بس هو لا يعني هو عصام اعتقد دي بالنسبه له تجربه مختلفه تماما عن بلطو. بلطو كان كوميدي صرف، لا هنا في موضوع مختلف، في تمثيل عنده، في اجتماعي يعني ممكن تقول عليه مسلسل يميل للاجتماعيات شويه، يميل للاجتماعيات والانسانيات ما بين الاثنين اخوات دول. وباذن الله يعني املنا كبير ان هو يعجب الجمهور، وكل العناصر في المسلسل عامله مجهود كبير جدا جدا. هم اخوات توأم؟ استاذ دينا كريم، استاذ عماد ربيع، يعني كل العناصر عامله مجهود كبير جدا، الانتاج معانا دافع، المسلسل دافع قويه جدا لقدام. برضه قلت اتنين حبايبنا يعني دينا كريم وعماد ربيع، الاثنين حبايبنا جدا قوي خالص يعني. نادين خان تقريبا ما بتنامش فعلا عشان خاطر المسار ده يخرج بشكل يبقى الجمهور مبسوطين منه. عصام عمر الجمهور مستني منه كتير قوي. هم طالعين توأم يا امين؟ احمد لا. امال مين الكبير؟ هقول لك لا، بص هتجرجرني واحده واحده عشان اقول لك كل حاجه. لا ده سؤال عادي بقى سهله دي، مين الكبير يعني مش هيؤثر على مسار؟ عصام طلع هو الكبير عشان هو اكيد الاطول. لا عصام هو الاكبر. اكبر برضه فرق مش كبير. قد ايه؟ مش بالظبط يعني، فرق مش كبير. طب وابوهم مين في المسلسل؟ محمود البزاوي. حلو جدا، ومامتهم مين؟ لا مش هينفع اقول بقى مامتهم مين، بس انا هقول لك ان احنا معانا صابرين ومعانا بسمه، فمش هينفع اقول لك مامتهم مين بقى. مين فيهم مامت مين؟ يا عم صابرين وبسمه ينفعوا اخواتهم. شويه شويه انت بتجربني احكي لك المسلسل هيتقفل معايا هيقتلوني انا بعدها بقى. ماشي. بعمل برضه في تجربه ثانيه للمتحده، دي برضه بعملها، دي تاليفي انا وحمدي التايه ومحمد السوري، مسلسل استاذه روجينا اخراج رؤوف عبد العزيز، ده انتاج المتحده 15 حلقه. ده برضه معاها رؤوف عبد العزيز روفي. حبيبي معانا ده محمد ثروت، احمد مجدي، عابدين، مراد مكرم، مي سليم، مريم، اشرف زكي، رنا رئيس، يعني معانا نجوم كتيرة جدا، وده انتاج المتحده برضو. حلو. ده هيبقى 15 ولا 30؟ 15 حلقه. 15. حلو جدا حلو جدا. ما هتحكي لنا عليه ايه؟ ما تقول لي حاجه يا امين، يعني انا عايز اطلع منك بمعلومه. ما هو المعلومه بالنسبه لي خلاص اتفقنا. بص يعني اقف ورا ظهري ما تقلقش. طب
طب انا انت خدت معلومه دلوقتي ان هما الاثنين اخوات، وخدت معلومه دلوقتي ان محمود الجزاوي وباباهم يعني، وخدت معلومه ان عصام اكبر من احمد داش، ايه تاني طيب؟ مين ما انت ما قلتليش مين مامتهم؟ واحد رمضان هتعب ماشي بيحبوا مين؟ حد فيهم بيحب واحده؟ حد فيهم بيحب واحده اكيد في المسلسل؟ لا مفيش حب في المسلسل ده، ده النهارده عيد الحب كل سنه وانت طيب. يعني اكيد معانا مي الغيتي، معانا وجوه جديده يعني المسلسل نادين دعمه كتير جدا ومتهامه كتير جدا من وجوه جديده وخريجين المعاهد المعهد المسرحيه او اكاديميه الفنون، فلا مسلسل فيه دعم كبير جدا ماشي. وكذلك برضو مسلسل روجينا معظمه كله خريجين معهد الفنون المسرحيه، كل اي حد جديد موجود فيه هي. ودي حاجه جدا ان المسلسل السنه دي يعني بتدعم المواهب الجديده، ده شيء كويس جدا اللي هم تخصصهم سواء درسوا في اكاديميه الفنون معهد المسرحيه او سواء درسوا في اداب مسرح في كل اطفالها. هايل جدا. امين انا بشكرك وربنا يوفقك، ومنتظرين منكم ان شاء الله بالتاكيد يعني شغل رائع وعظيم يخلينا يثبتنا قدام الشاشه، ولعل هذا العدد من المسلسلات يقنعهم يدوا لي اجازه في رمضان. يا سلام، يبقى جو عالي قوي. تخيل بقى اخد اجازه في رمضان. طبعا استاذ خالد مرسي مش هيوافق رئيس القناه، استاذ عمرو الفقي رئيس الشركه مش هيوافق، لكن ان شاء الله هنقنعهم ان هم يوافقوا، ندعي لهم ان ربنا يعني يساعدهم كده ويروحوا العمره في رمضان وينسوني ويسيبوني اخد اجازه انا وزملائي الاعزاء. يا جماعه ما هو رمضان مسلسلات، والمتحده مغرقانا مسلسلات في رمضان 100 فل و14 18 مسلسل، في احلى من كده ايه؟ ده 15، ده 30، استثمار في وجوه جديده، وده بالمناسبه من الحاجات التي تحسب للمتحده، وده جد سيبك من الهزار، وان كان طلب الاجازه بتاعي جد برضه مش هزار، بس يعني ايه؟ بنتكلم على دي بقى الحلاوه، هي مساله الخروج بره الاطار. فين نجم الشباك؟ يلا ننتج له، فين نجمه الشباك؟ يلا ننتج لها، وننسى الناس التانيه، لا، ننتج للكبار طبعا. احنا بنتكلم على استاذ يحيى الفخراني، يعني اللي هو ايه الجمال والحلاوه والعظمه دي كلها، لكن كمان نستثمر في الشبان زي بقى ما حاصل كده، ادي عصام وادي داش وادي حاجه جميله، دي حاجه كويسه لانه ده اللي فعلا بيدعم ويشجع الصناعه، ده اللي يكبر الصناعه، ده اللي يكبر لنا الاسماء ويكبر النجوم اللي العالم كله هيفضل طول الوقت يحتفي بالنجوم والممثلين والكتاب والمخرجين المصريين. اديني طلبت الاجازه في رمضان على الهوى، ورزقي ورزقكم على الله. تعالوا نروح فاصل ونشوف يا ترى استاذ خالد مرسي ما بعتش واتساب. ماشي حلو، فاصل ونكمل الكلام. مقدس في حياتي بحتفله انا والحاجه على طول والله العظيم، ليه؟ يوم حلو اتعرفنا فيه على بعض وشفنا فيه اولادنا كبار ومتجوزين وبنروح لهم وبنشوفهم، مفيش احسن من كده، يا ريت كل ايامنا تبقى عيد حب. بحب هذا اليوم ده لوالدي ووالدتي طبعا اللي هم تاج في راسنا طبعا، وبنقول لكل امهات وابهات مصر كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، ويا رب يقعد علينا الايام بخير وصحه وسلامه. يعني انا بهدي الصراحه لوالدتي يا رب، والله دي ربنا يخليها والله، كان بتشيل عني في النتيجه وكده. اكتر حد بحبه في حياتي اولادي واخواتي وربنا يخليهم لي، وعيد الحب ده حاجه جميله قوي ان احنا كلنا نتكلم عن الحب عشان نقدر نعدي المحنه اللي احنا فيها ونعدي وتبقى حاجه كويسه. اتمنى لكم كل خير، واتمنى كل الناس تحب يوم الحب. بهدي عيد الحب مثلا لوالدتي، انا ما عنديش شغله منها ولا بحب حد اكتر منها، وطبعا لاصحابي واخواتي واختي مثلا وأقرب الناس ليا، يعني اهدي لها كل الحب طبعا، وهي كل حاجه في حياتي اصلا. I love you. اهلا رمضان، من احلى الاغاني اللي بحبها.
رمضان ما تفهمش يا اخي سبحان الله العظيم، تتعمل اغاني ما تتعمل اغاني جديده، الحاجات بتاعت زمان دي دايما احلى، ما تعرفش ليه بقى، هل عشان هي اصبحت راسخه في وجداننا ولا لا. ويمكن اظن برضو من ضمن الحاجات الحلوه ان المعرض اسمه اهلا رمضان، يعني كلنا عارفين معرض اهلا رمضان، خلاص بقى جزء من حياتنا وده شيء جيد بالمناسبه. معارض اهلا رمضان ان شاء الله تبدا منتصف الشهر الجاري، يعني من بكرة واللي بعده بالكتير. كل سنة وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان. بالمناسبة هذه صور حديثة أو فيديوهات حديثة لكافة السلع والمنتجات متوفرة في المعارض إن شاء الله، متوفرة في كل مكان. ده احنا لسه مصورين ده النهاردة، الحاجة هي ما شاء الله ما شاء الله مالية الرفوف، فإن شاء الله ما عندناش أي مشكلة في أي حاجة. احنا بنتكلم على الأقل على الأقل ثلاث معارض أهلا رمضان في كل محافظة من محافظات الجمهورية. طبعا ده بالإضافة بقى، هتقولي ثلاث معارض مش كفاية يوسف، احنا يعني كتير ما شاء الله، اللهم زيد اللهم بارك. طيب عندنا شوادر، عندنا المنافذ المتنقلة اللي هي السيارات المتنقلة. معانا على التليفون السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أهلا بيك. أهلا بيك. ازي حضرتك يا فندم؟ عليك بخير، كله تمام الحمد لله رب. ربنا يخليك يا استاذ سيد. احكي لنا بقى على استعداداتكم في الدقهلية على معارض او يعني عشان خاطر رمضان ومعارض اهلا رمضان. احنا طبعا في الدقهلية عندنا باذن الله هيبقى 21 معرض على مستوى المحافظة، في ثلاثة رئيسيين في مدينة المنصورة و 18 معرض على مستوى مراكز المحافظة. المعارض دي هتشمل كافة السلع الغذائية، وإن شاء الله التخفيضات هتوصل ل 30% على كافة المعروضات. اضرب لي مثل. عندنا السكر عندنا هيبقى إن شاء الله معروض ب 27 جنيه، عندنا الرز إن شاء الله يبدأ ب من 25 جنيه، عندنا المكرونة برضو من 8 جنيه، يعني الزيت حد الشراء المسموح بيه، حد الشراء المسموح بيه. حد الشراء لا، ان شاء الله الكميات موجوده بكميات، انا واثق ان الكميات موجوده، لكن يومي. على سبيل المثال للحصر، احنا دلوقتي لما بنيجي نخش اي محل من المحلات الكبيره او السلاسل، والحقيقه هم كويسين في ده، انه حد بيجي يشتري سكر بيبيعوه ب 27، فبيقول لك والله ليك كيلو او 2 كيلو. احنا حد اقصى بالنسبه للمواد المخفضه ان شاء الله هيبقى عجوتين للفرد، لان يوميا بنضخ كميات، فعلشان برضو بندي فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين ياخدوا في نفس اليوم. طيب لحوم ودواجن؟ عندنا الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة. بالنسبة للحوم عندنا اللحوم السوداني بتبدأ 290 جنيه، عندنا طبعا الخضار والفاكهة، وعندنا السلع الغذائية برضو عندنا أكثر من منفذ، في حدود 88 منفذ على مستوى الدقهلية برضه بيقدموا هذه الخدمات. هايل جدا. اللحوم اللي هتبقى موجوده قلت لي لحوم سوداني ولا في اكتر من نوع؟ لا، عندي السوداني وعندي البلدي وعندي المجمد، كافه الانواع موجوده عندنا. احنا بتمتاز الدقهلية بمنافذ اللحوم، باللحوم السوداني ديت مخفضه، وبنبدا ان شاء الله في مبادره ان شاء الله نتوقع فيها تخفيضات تصل برضه ل 30% من اللحوم ان شاء الله، هتتوافق من يوم 20 ان شاء الله في الشهر ده باذن الله. البلدي هيبقى سعره كام؟ والله بيبقى عندنا من 300 جنيه طبعا حسب المكان. حضرتك قلت لي السوداني هيبقى ب 290، البلدي هيبقى ب 300؟ بيبقى في بيتعرض عندنا بعض المنافذ ب 300 جنيه. البلدي هيبدا من 300 ولا ب 300؟ يبدا من 300، ما هو وحتى وانواع. ماشي، وحتى كام من 300 لكام؟ حتى ال 350 في 380، يعني حتى 50 ولا 80 نوعيه اللحوم. ماشي ماشي. طيب والدواجن؟ الدواجن برضو بتبدا عندنا الكيلو بيبدا من 100 جنيه، وبرضو حسب النوعية وحسب الأماكن الموجودة فيه. ماشي يا استاذ سيد، انا اشكرك جدا جدا جدا، كل سنه وحضرتك طيب. كل الشكر استاذ سيد محمد دايره وكيل وزاره التموين بالدقهليه. طيب احنا محتاجين طبعا ان احنا نشوف كل ده يبقى
بإذن الله سبحانه وتعالى يفعل من الغد بإذن الله زي ما اتقال إنه بدءا من منتصف الشهر الجاري إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. طيب تعالوا نروح بقى لفاصل ونرجع نتحدث حول القمة المصرية التركية التي يراها الكثير منا أو أغلبنا أنها قمة تاريخية. أنا من ضمن الناس اللي بتشوفها واحدة من أهم القمم اللي حصلت خلال السنوات القليلة الماضية. نحلل هذه القمة، هذه العلاقات ما بين البلادين، ترفيع مستوى العلاقات، مجلس التعاون البلدين، وبعد ذلك تم التأجيل نظرا لظروف سياسية أو أوضاع سياسية، منها الانتخابات في تركيا، منها الانتخابات المصرية. هذه القمة في هذا التوقيت تحديدا تعكس أهمية ما يحدث في المنطقة أو في الشرق الأوسط بسرعة. الشرق الأوسط الآن يشهد قرابة 11 أزمة أو صراع موجود على الساحة، بدءا من الحرب على قطاع غزة، مرورا بالأزمة في البحر الأحمر، وصولا أو مرورا بالأحداث في سوريا والعراق وإيران وباكستان. كل هذه المنطقة وكل هذه التطورات تلقي بظلالها على هذه الزيارة، وربما خيمت بصورة كبيرة على أجواء الزيارة وخاصة الأحداث في غزة. هذه الزيارة تعكس أيضا الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في ملفات الإقليمية بصورة عامة، سواء كنا نتحدث في الحرب في غزة وهي الذي أخذت الحيم يعني الوقت الأكبر
أطول من المباحثات، كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثات حول غزة والحديث حول غزة أخذ إطار مهم جدا في إطار الحديث أو في إطار القمة التي جمعت الرئيسين. وهذا يعني أن هناك اتفاق مصري تركي بشأن عدد من الأوضاع أو الملفات التي تحدث في غزة، منها إعادة إعمار وبناء غزة، منها إدخال المساعدات، ضرورة وقف الحرب والعدوان على غزة. هذا الأمر ربما هناك خلافات في المنطقة وفي الشرق الأوسط حول آلية الإعمار، ربما هذه القمة جاءت وتم التنسيق في بين القاهرة وأنقرة حول آلية الإعمار، واليوم التالي لوقف إطلاق النار ماذا سيحدث في قطاع غزة؟ هذا ربما سؤال يعني تم إثارته على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، ماذا يمكن أن يحدث في اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟ وهو سؤال مهم ربما يعجز الكثير عن الإجابة عنه. النقطة الأخرى المهمة هو ليبيا، وهذا الملف مهم لكلا الدولتين، خاصة أن تركيا بدأت بتفاهمات مع الدولة المصرية في نقاط كثيرة بشأن الملف الليبي، ويعني ربما ما يبرهن ذلك هو نقل السفارة أو فتح السفارة في بنغازي، سفارة أنقرة أو تركيا في بنغازي، أيضا التفاهمات بشأن قضايا وخلافات شرق المتوسط، وهذا من المؤكد أنه تم وإن لم يتم الإفصاح عنه بصورة رئيسية، خاصة أن تركيا ما زال طموح التركي بشأن شرق المتوسط متواجد، وما زال الحديث حول شرق المتوسط متواجد في الدوائر الداخلية في الداخل التركي. هذا لن يتم إلا من خلال تفاهم وتسوية مع الدولة المصرية والحديث مع الدولة المصرية، لأن مصر يمكن أن تلعب دور إيجابي في إحداث تفاهمات بين تركيا واليونان وقبرص، خاصة أن الخلافات بين هذه الدول متصاعدة وشديدة للغاية. إذن نحن نتحدث عن تفاهمات هامة، تركيا تدرك قيمة الدولة المصرية، ملف السوري والملف العراقي وأيضا البحر الأحمر وملف أفريقيا الذي تم الإشارة إليه بصورة طفيفة من خلال بيان قادة البلدين، خاصة أن يعني الطرف المصري أو التركي تحدث أن مصر هي أكبر شريك تجاري في أفريقيا، وهذا له دلالات خاصة بأن هناك رؤية تركية بضرورة تعميق التعاون بين مصر وبين تركيا في ملف التعاون الاقتصادي، ويعكس الرؤية التركية بأنه بوابة أفريقيا كما أشار أحمد داود أولو أيضا في كتابه، وهذه هي قناعة لدى الأتراك بأن بوابة أفريقيا والدخول لأفريقيا هي مصر ليس بوابة أخرى. حاولت تركيا في سنوات ماضية أو قبل وقت ببحث عن بوابات أخرى غير البوابة المصرية للدخول إلى أفريقيا، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، وكما أشار أحمد أو ربما رؤية أحمد داود أوغلو وزير أو منظر كما يراه البعض السياسة الخارجية التركية هي التي باتت هي الأصوب وهي الأدق، بأن التعاون مع مصر ضرورة للدخول لأفريقيا وأيضا للعمق العربي والتعاون مع الوطن العربي. جميل جدا. هنا هروح لدكتور كريم عادل، وأنا أرحب مرة أخرى، بقدر ما أحب السياسة بقدر ما أنا من الناس اللي مقتنعة أنه السياسة يحركها أصلا الاقتصاد، يعني كل التوسعات الإمبريالية اللي حصلت على مر التاريخ نشأة الإمبراطوريات كانت بغرض السيطرة على الموارد، زمان مواد خام، بعد شوية يبقى نسيطر كمان على المورد البشري إلى آخره، لكن هذا الاقتصاد يحرك بالتأكيد العلاقات ما بين الدول وبالتالي يحسن من جودة العلاقات السياسية لو صح التعبير. العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مستقبل هذه العلاقات خصوصا بعد ما وصلنا إلى المياه الدافئة لو صح التعبير. يعني إحنا اليوم بنشهد قمة وزيارة تاريخية هي بتعكس نجاح للسياسة الخارجية والدبلوماسية الاقتصادية المصرية، نجاح لمجهودات الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، ونجاح وانتصار أيضا للموقف المصري على مدار السنوات السابقة بعدم التدخل في الشؤون والشأن الداخلي وبعض الملفات الأخرى. وبالتالي إذا نظرنا إلى النجاح في التنسيق السياسي سينعكس بصورة مباشرة على النجاح في التنسيق الاقتصادي والتجاري. الدولة المصرية وأيضا تركيا بيجمعهم مجموعة من نقاط القوة في المنطقة وفي الشرق الأوسط. يمكن على مدار السنوات الأخيرة وجدنا تزايد في وتنامي في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، دي نقطة مهمة جدا، يمكن هي مؤشر لما هو قادم بعد عودة العلاقات
الدافئة والمساعي بين الجانبين لتوضيط هذه العلاقات وإعادة مد جسور التواصل والتعاون والتوسع في مزيد من التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. يعني الحقيقة أن يعني فرص العمل بين الجانبين يمكن تكاد تكون متكافئة، المكاسب للجانبين من هذا التعاون. الدولة المصرية بتمتلك العديد من الاتفاقيات مع دول أفريقيا والدول الأخرى، ويمكن على رأسها طبعا ومن ضمنها اليونان وقبرص، وبالتالي ده ملف بيهم جدا الجانب التركي. ليه؟ لأن التقارب من الجانب المصري في هذا الملف يمكن يحقق لتركيا العديد من المكاسب، لأن تركيا بتستورد تقريبا حوالي 90% من احتياجاتها من الطاقة، وبالتالي دخولها في التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من شرق المتوسط والموارد الطاقة الموجودة فيه يمكن ده يلبي نسبة كبيرة من احتياجاتها، خاصة في ظل التخوف من وجود أزمة في عالمية في الطاقة. يمكن الأمر الثاني أيضا أن وجود استثمارات متبادلة بين الجانبين لازال مستمر ولازال قائم حتى في السنوات الأخيرة. وجدنا استثمارات تركية بتصل لحوالي 2 مليار و500 مليون دولار. دي برضو نقطة مهمة جدا، يمكن الفترة الجاية تشهد مزيد من الاستثمار في ظل وجود العديد من المزايا في الدولة المصرية، سواء من توافر البنية الأساسية، سواء توافر البنية التكنولوجية، ودي بتهم الجانب التركي جدا لأنه بيرغب في الدخول في استثمارات خاصة بالآلات والمعدات والتكنولوجيا والسيارات. هنجد أيضا أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في العديد من الأمور داخل الدولة المصرية، سواء برنامج الطروحات الحكومية، سواء وثيقة سياسة ملكية الدولة. العديد من الفرص اللي بيبحث عنها المستثمرين الأتراك هي متوفرة في الدولة المصرية والسوق المصري. حلو جدا، انا استاذنكم هطلع لفصل وعايز ارجع بعد الفصل مره تانية بقى هنا نذهب الى الملف السياسي والعلاقات الدوليه مع استاذ محمد ربيع الديهي، وعلى مساله انه احنا لدينا ملفات مشتركه كتير جدا زي ما ذكرت. انا عندي الملف العراقي، عندي الملف السوري، عندي الملف الفلسطيني، عندي الملف الليبي، عندي السوداني. الملف السوداني، عندي الملف في جنوب البحر الاحمر، وعندي ملف ايضا في افريقيا والعلاقات المصريه التركيه وحجم التاثير اللي ممكن تلعبه البلدين في اثيوبيا على سبيل المثال للوصول ايضا الى تفاهمات وتوافقات مش بالضروره اصل للتطابق، لكن اي الملفات لدينا فيها تفاهم مشترك ومستقبل هذه التفاهمات يتم ازاي؟ خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلمه. والتفاهم لو حصل هتلاقينا كلنا مبسوطين ومتنغنغين وزي الفل. نروح للفاصل ونكمل الكلام. ماشي، كنت اقول لكم على حاجه بس رجعت في كلامي. خلوني اجدد الترحيب مره تانية بضيوف الاعزاء دكتور كريم عادل واستاذ محمد ربيع الديهي، وقلنا عايزين نروح للكلام على العلاقات السياسيه ما بيننا وما بين تركيا، ولدينا ملفات وانا ذكرت حتى على الترتيب من الشرق الى الغرب، فالجنوب عندنا وفي الشمال بالتاكيد، عندنا في المنطقة العربية عندي العراق وعندي سوريا وعندي فلسطين وعندي ليبيا وعندي السودان، عندي إثيوبيا وإفريقيا بشكل عام ومضيق باب المندب وخليج عدن. لدينا في الشمال زي ما حضرتك برضو ذكرت فيها عندي العلاقات المصرية القبرصية اليونانية، العلاقات التركية القبرصية اليونانية. أي من هذه الملفات ترى أنه سوف يشهد حلحلة وشكل من أشكال التوافق؟ خلينا نبدا من الشمال. من الشمال نبدا، من الشمال نبدا، من الشمال يعني اليونان وقبرص. اليونان وقبرص هذه اولى الملفات التي ستشهد حلحله من خلال دعم مصري ومحاولات مصريه لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الثلاثه، خاصه ان الخلافات حول
بعض النقاط أو ترسيم الحدود يمكن حلها من خلال المفاوضات والجلوس على مائدة المفاوضات. الحدود الاقتصادية في الشرق المتوسط، مش بنتكلم على قبرص التركية وقبرص الأردنية. لا لن تحل هذه الأزمة لأن موضوعها منتهي، قصة طويلة بالضبط. ولكن المهم الآن والنقطة الرئيسية هو أن تحل الأزمة في الشرق المتوسط لكي يستفيد كافة الأطراف المتواجدة في الشرق المتوسط من الاستكشافات الغربية، وإلا ستظل هناك أزمة لدى بعض الأطراف خاصة قبرص واليونان في الاستفادة من هذه الاستكشافات، خاصة أن تركيا يعني تستخدم مبدأ الأمر الواقع في أنها تنقف في بعض النقاط ويحدث خلافات ويحدث مشادات بينها وبين الأطراف اليونانية والقبرصية. لذلك هناك دور ستلعبه الدولة المصرية في أن يجلس كافة الأطراف في المفاوضات والتوصل إلى نقاط اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية في هذا الملف. وربما هنا يعني سنعود بالتاريخ قليلا، حينما أشادت تركيا بالموقف المصري في ترسيم الحدود مع الدول قبرص واليونان، وأنه لن يتطرق إلى نقطة الحدود التركية، وأنه ترك هذا المجال لحديث آخر. النقطة الأخرى وهو الملف الليبي، حلحلة الملف الليبي وهي نقطة جوهرية خاصة في أن هناك الآن أزمة كبيرة في الداخل الليبي، وهو عدم توافق الفرقاء في كثير جدا من النقاط، وحينما يصل هؤلاء الفرقاء إلى نقطة اتفاق يحدث خلاف آخر أو نقطة العودة لنقطة خلافات جديدة، خاصة أنه في يناير من هذا العام أعلن في الجنوب قيام حكومة ذاتية، وهو ربما ما لا يعني ما ترفضه مصر وما ترفضه أيضا تركيا، خاصة أن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء غير مستقرة. النقطة الأخرى هو الدور الأوروبي، هو هناك دور أوروبي بالفعل بدعم ضرورة حل واستقرار هذه المنطقة، لأن استمرار عدم الاستقرار في منطقة ليبيا هو يهدد أيضا الأمن الأوروبي بصورة رئيسية، خاصة صحيح. بعد القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت هذا الشهر وتم الحديث فيها عن أزمة الهجرة غير الشرعية، وليبيا من أولى أو أكبر الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية. النقطة الجوهرية هنا كيف يتم التفاهم وجلوس كافة أطراف في هذه الخلافات وحل الأزمة. المبعوث الأممي بشأن الأزمة الليبية أعلنها صراحة بأن الخلافات أو تأجج الخلافات يأتي من خلال أدوار إقليمية تضغط على بعض الأطراف الليبية فيحدث الخلاف من جديد في الشأن الليبي. هنا مصر منذ أن بدأت المفاوضات الاستكشافية، لذلك تحدثت في بداية اللقاء أن المفاوضات الاستكشافية هي نقطة النظام التي بدأت من خلالها نسج العلاقات بين البلدين والحديث حول تطور في العلاقات. وضعت شروط وضوابط هو أن يتم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وعلى رأسها كانت ليبيا، وكان الرأس أو النقطة الرئيسية هي الملف الليبي لأنه يمثل أمن قومي مباشر وتهديد مباشر للدولة المصرية. لذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في لحظة من اللحظات بوضع الخطوط الحمراء التي جميعنا ربما يعني أخذت حيز كبير جدا من التحليل، هو خط سيرة الجفرة، نظرا لأهمية هذه المنطقتين أو هذا الخط تحديدا. ننتقل إلى نقطة أخرى وهو الملف. قبل ما تروح للنقطة الأخرى فضل لي حتة صغطتها في ليبيا مصمم إن أنا أفهمها. أنا رحت ليبيا يعني في وقت عز المعمعة زي ما بيتقال كده، عز الحرب على رأي شكسبير هيرلي بيرلي، لما وأقدر أقول إنه الدور اللي بتلعبه مصر دور بالغ الأهمية في استقرار ليبيا. طيب هنا بقى، هل إذا وصلت أنا التوافق مصري تركي على الملف الليبي، هل هذا سوف يحول دون المزيد من التدخلات التي لا أراها بالضرورة نزيهة من أطراف عدة أو كل من كل الأطراف الأخرى، هل ده هيوقف هذه التدخلات؟ هيحيدها؟ طيب هيحيد هذه التدخلات بنسبة كبيرة، لسبب من له عدد قوات أكتر أو له أفراد موجودة في الداخل الليبي من كل هذه التدخلات هو الطرف التركي دون استر يعني أن في هذا النقطة. ماشي كملي قبل ما اروح لدكتور كريم. طيب غزة هو ملف توافق بين البلدين، خاصة أن تركيا لها دور مع بعض الفصائل في داخل القطاع يمكن أن تمارس ضغوط على هذه الفصائل للجلوس في مفاوضات داخل القاهرة. بالنسبة للملف العراقي والسوري ربما يكون هناك نقاط اختلاف، ولكن
ستظل نقطة أو جوهر في تبايرات وجهات نظر. بالضبط، هناك جهود مصرية من أجل حلحلة هذا الملف، وأيضا ربما هو أيضا اتفاق في بعض النقاط. مصر ترغب في أن تكون هناك دولة قومية أو بقاء الدول القومية في ليبيا والعراق بكامل مكوناتها وبكامل حدودها، ولكن وأيضا تركيا لديها مخاوف من الأكراد، وهو مكون يقلق تركيا بأن يحدث انفصال. هذه هي نقطة اتفاق بين الطرفين بألا ينفصل الأكراد، ولكن إن كان هناك طموحات أخرى لتركيا في الشمال العراقي والتركي. أوكي. هنا هروح لدكتور كريم. انا عايز اتكلم معاكم اكتر والله، بس عطيه وبعض اثنين مخرجين عادل لي، انا مش عارف هم مستهدفين لي الاثنين ليه. ماشي، عشان اهميه الحوار. طيب يا سيدي، ما انتوا عايزين تخلصوا الحلقه، اروح بسرعه لدكتور كريم على مساله نمو اقتصاد البلدين. البلدين عندهم ازمه اقتصاديه، سواء اذا كانت تركيا او انا، احنا الاثنين عندنا ازمه كبيره في مساله التضخم، احنا الاثنين عندنا ازمه كبيره جدا في مساله النمو الاقتصادي، او مش بالادق النمو الاقتصادي، ولكن في الحزم الماليه الداعمه للاقتصاد. انا نموي بحقق فيه معدلات عاليه نسبيا بالمقارنه بكل دول المنطقه، وحتى بمعدلات النمو المتعارف عليها على الصعيد الدولي. لاي مدى التعاون ما بين البلدين يحل ازمتينا؟ يعني يمكن وجود حالة من التقارب في الأزمات الاقتصادية في الدولتين ده بيخلق حالة من أو المزيد من التوافق نحو السياسات الاقتصادية اللي بيتم التعاون بشأنها، من شأنها مساعدة الدولتين في النهوض أو الخروج من الأزمات. طبعا يعني هي المشكلة الأساسية طبعا للدولتين، وهي كانت مشكلة العملة الصعبة أو طبعًا. الدولار الأمريكي، وبالتالي كان يعني من ضمن المباحثات أنه بيتم التبادل التجاري بين البلدين بعملة كل دولة. طبعا ده يعني أمر ممكن يتحقق، ولكن بيتحقق أو تحققه مرهون بالعديد من الأمور، يمكن على رأسها أن يكون في زيادة صادرات من مصر إلى تركيا بتعادل وارداتنا منها، بحيث يكون في السنة دي حصل ده بحيث 23 تحديدا يعني. يكون في تقارب في حجم التبادل التجاري، منها بنقلل عجز الميزان التجاري، منها ان لما يكون في تدفقات في يعني ميزان المدفوعات من الجانب التركي من خلال استثماراته اللي بيعتزم الدخول فيها وضخها داخل الدولة المصرية، دي نقطة مهمة ايضا ستساهم في انتعاش للاقتصاد المصري، وايضا ستعزز من قيمة العملة الوطنية حال ضخ هذه الاستثمارات. الدولة التركية يعني برضو بتسعى إلى إنشاء منطقة صناعية في قناة السويس. طبعا هذه المنطقة هي بتخدم بصورة كبيرة اقتصاد المستثمرين أو الاقتصاد التركي، لأن بتعتبر هذه هي نقطة انطلاق إلى أفريقيا. الدولة المصرية أيضا يعني لديها فرصة بتستفيد منها، أنها منتجاتها بتصل إلى أوروبا من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا المبرمة في 2005، واللي دخلت حيز التنفيذ في 2007، واللي بتنص على دخول المنتجات إلى أوروبا، دخول المنتجات المصرية إلى أوروبا من خلال تركيا. الدولة التركية أيضا لها المستثمرين الأتراك أن هم يستفيدوا من اتفاقية الكوميسا. كل هذه الأمور لما يعني بنرتب هذه الأوراق بنجد أن الفرص متكافئة والمكاسب متساوية بين الجانبين، خاصة في ظل وجود إرادة حقيقية بنراها الآن من الجانبين للنهوض بالاقتصاد ولتجاوز أزمات، يعني بصورة ستعيد للجانبين أو ستعطيهم المزيد من الثقل الإقليمي والثقل الاقتصادي في المنطقة. أنا عايز نكمل أكتر من كده فعلا، يعني مش هزار، الملفات كتير. يعني حتى كنت عايز أكمل مع أستاذ محمد على الملفات المشتركة بتاعتنا في إفريقيا بالتحديد وجنوب البحر الأحمر، عايز أكمل مع دكتور كريم عادل على مسألة هل من الوارد إن احنا نبدأ نشتغل على تصنيع السيارات المصرية التركية المشتركة؟ احنا كان زمان في عندنا تجربة وبعدين توقفت بالمناسبة من قبل 2011 عشان برضو الناس تبقى فاهمة، يعني إلى آخره. تركيا عندها مصانع عربيات طبعا، بتصنع عربيات لشركات عالمية معروفة، أنا عندي مصنع النصر، أنا عندي صناعات تقيلة في مجال القطارات وموتورات الديزل، يعني أعتقد أن إحنا
رايحين لده، بس عشان كده كنت عايز نقعد اكتر. بس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. دكتور كريم نورتني وشرفتني كما جرت العاده حقيقي. استاذ محمد نورتني جدا، واتمنى ان نلتقي كثيرا، تليفون زوم في الاستوديو. مهم جدا ان احنا نتكلم على هذه العلاقات ما بين بلدين كبيرين في المنطقه. هو خلصت. بصوا، في راجل بيعمل مزيكا في تركيا رائع، انا بسمعه بقالي مثلا 7-8 سنين، اسمه احمد كيلك. ده بيعمل ديب هاوس سيتس عظيمه. انا عايز بقى احمد كيلك يجي يعمل حفله في مصر مثلا يعني، واحنا ممكن بقى نبعت لهم الرابرز المصريين، يعني باعتبار ان الرابرز المصريين وصلوا لمراحل عالميه وبقوا بيتسمعوا بره هم كمان يعني. فده على المستوى الموسيقي. يبدو الموضوع بسيط وسطحي، انا بقول لك لا، خلي بالك ان التبادل الثقافي ده اقوى كتير جدا من العلاقات الاقتصاديه والسياسيه جدا، ويحلحل امور وازمات حدوته يعني. حلقه خلصت، وكريم رمزي داخل حالا، واحنا لو كلنا العمر بقى نقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلامات.